مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأريكم طريقة سهلة وشهية لعمل الكفتة. نحتاج إلى نصف كيلوغرام لحمة مفرومة، ونضيف إليها ملعقة صغيرة بابريكا، ثم نضع ملح حسب الرغبة، ثم نضيف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونضع ملعقة صغيرة ثوم مفروم. تخلط المكونات جيدا، ثم تشكل على شكل أقراص دائرية، ثم نقوم في شوائها، ويمكنكم قليها في القليل من الزيت. وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. وإذا كان لديكم أي استفسار، اتركوا تعليق.